أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل بوغازي، مساك الله بالخير. أهلا بنور فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نكمل طبعا حديثنا عن هذه المجلة اللي هي مجلة الرياضي اللي صدرت في 11 مارس 89، فيها طبعا صورة صالح المسند على الغلاف وخبر عن حصول برتقال على كأس العالم للشباب. تكلمنا طبعا في الحلقات الماضية عن عرضنا صورة زهير بخيت، ونستكمل طبعا اللقاء. شو يقول زهير بخيت؟ يقول فوزنا على الكويت بطولة ولم أقصد الإساءة للجمهور. طبعا لما يقول الإساءة للجمهور هو بعد هدف اللي أحرز هدف التعادل الأول في مباراة تقييم تصفيات كأس العالم سنة 89 بالكويت. تقدم الكويت بهدف جميل جدا أحرزه الكابتن فهد السيد نجم نادي السالمية. تعادل زهير بخيت من مطلع الشوط الثاني واتجه للجمهور، كان يعني شاد الحماس وسوى حركة يعني، لكن الجمهور الكويتي متفهم ومن عشاق يعني زهير بخيت، يحبونه صراحة. يعني ما في أحد بالخليج ما يحب زهير بخيت. عدنان الطلياني، فهد خميس، وعيالهم غانم مبارك وخليل غانم وعبد الرزاق إبراهيم، نجوم مميزين. نعم، استفدنا من كارلوس ولكن زاجالو أستاذه. صحيح، يقول طبعا طبعا مو بس هو، يقول حتى فيصل الدخيل في لقاء شخصي وياه. قلت انت دربوك اثنين، كارلوس وزقالو، منو اللي تعتقد؟ قال زقالو. نعم، هي هذه صوره جميله لزهير بخيت فانيله نادي الوصل. صحيح، طبعا ماسك الكره بيده. هذه صوره اخرى طبعا هم جميله، قاعد بالحديقه لبس الشعبي يسمونه كندوره. كندوره هذه الدجاجه. ايه، احنا نقولها دجاجه ويسمونها كندوره. ايه، هل اعتقد اذا ما خاب يعني هل حايل يمكن يسمونها جوخه؟ ما ادري، يمكن اي السعوديه يسمونها، اعتقد انا ما ادري. اي، فهذه طبعا. وهني الزهور لغه وكره القدم لا تعرف الا لغه الاهداف. الكل يذكر بدايه زهير بخيت في كاس الخليج 88 تقيمت في السعوديه، وحصل على لقب هداف الدوره برصيد 4 اهداف. اعتقد مناصفه مع احمد راضي احرز هدف جميل جدا في مرمى سمير سعيد في البطوله هذه، وكان هدف الفوز المنتخب الاماراتي. هدف من اجمل الاهداف صراحه. نعم، طبعا جوخه ما ادري بعد ما ابي تاخذ، لان هي احدى لهجات المملكه العربيه السعوديه. يمكن حايل يمكن لا. حرب المنتخب العراقي، درب المنتخب العراقي 13 مره وامكانياته محل اختلاف. عمو بابا يقول الرياضي العربي حملنا الجمهور على اكتافه ثم حطمه نوافذ بيتي. شوف، المدرب القدير عمو بابا من افضل المدربين اللي درب الكره العراقيه. انجازات الكره العراقيه كانت مع عمو بابا. يعني في كاس الخليج 79 هو درب منتخب العسكري واخذ معاهم كاس العالم العسكري في الكويت، وكاس الخليج ايضا قبلها كان كاس الخليج في بغداد حصل على البطوله. سنه 80 كان يدرب منتخب العراقي قبل التصفيات، لكن تصفيات اولمبياد موسكو، لكن تمت اقالته وتعيين واثق ناجي اعتقد وياه مدرب ثاني، هم اللي استلموا تدريب المنتخب العراقي. هو كان معاون او مساعد لماكلين مدربهم سنه 76، والكل يذكر مشاجرات اللي صارت بينهم، وقدر انه يعني مع مجموعه من اللاعبين يتمردون على المدرب، وهذا طبعا مصالح منتخب الكويتي في هذه البطوله. نعم، اللي فاز في النهائي 4-2. امنيتي باختصار لاعب عراقي كبير ولو في السنه مره. هو قصده ان كل سنه يطلع له لاعب كبير. العراق نجوم، انا مثل السمك ماكول ومذموم. طبعا هذا منتخب العراق مع عمو بابا حقق انتصارات. خلينا نشوف شنو انتصارات العراق مع عمو بابا منذ مطلع السبعينيات، وعمو بابا يمتهن تدريب الكرة في الميدان العراقي بعد أن كان نجم الكرة الأول في زمانه.
وبعد 4 مواسم وجد عمو بابا نفسه مساعدا لمدرب المنتخب العراقي داني ماكلن الذي اضاف الشيء المهم الكثير الكره العراقيه عامين 75 76 وبعد عام واحد اسندت مهمه تدريب منتخب وطني الاول له وكان من ابرز واهم نتائجه الحصول على كاس الخليج العربي خلال الاعوام 79 84 88 صحيح 3 مرات الحصول على ذهبيه الدوره الاسيويه 1982 فاز على الكويت الحصول على بطوله كاس العالم العسكريه عام 1979 صحيح الحصول على بطولة مارديكا عام 1981 صحيح مارديكا التأهل إلى نهائيات دورة لوس أنجلوس عام 1984 صحيح الفوز ببطولة كأس العرب عام 1988 صحيح. وأخيرا التأهل لنهائيات دورة سيول عام 88 صحيح يعني إنجازات إنجازات عظيمة أنا أقول لك من أفضل المدربين اللي مروا على كرة العراق بس رايك نطلع فاصل إن شاء الله لأن تأخرنا ويأشرون فاصل أعزائي المشاهدين لا توعدون خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا وإحنا لازلنا في مجلة الرياضي وكان هناك لقاء مع الكابتن عمو بابا مدرب المنتخب العراقي نعم طبعا ننتقل الآن إلى إيطاليا والأرجنتين في صراع مع الزمن الفوز بكأس العالم 90 هنا يمكن ما بدأ كأس العالم لا ما بدأ 89 هاي صورة لبيلاردو كارلوس بيلاردو مدرب المنتخب الأرجنتيني حصل معاه سنة 86 على كأس العالم في المكسيك مع مارادونا ونفس المدرب ونفس اللاعبين قدروا يوصلون لنهائي كأس العالم أيضا أمام ألمانيا اللي فازوا عليهم 3-2 في المكسيك لعبوا مع ألمانيا سنة 90 في النهائي لكن ألمانيا خذت بالثأر وفازت بنتيجة 1-0 أحرز أندرياس بريمة من ركلة جزاء في آخر 5 دقائق نعم الأرجنتين حملت اللقب وبيلاردو الطبيب المخطط هذا بيلاردو مخطط فوز الأرجنتين بطولة كأس العالم 86 وني هذا مدرب إيطاليا فينيسيني يتهرب دائما من الإعلاميين هذه صورة لمارادونا يحتضن كأس العالم هل سيحافظ عليها في بطولة المقبلة؟ طبعا لا هو وصلوا النهائي وصلوا النهائي أمام ألمانيا بس فريقهم ما كان نفس فريق طبعا سنة 86 مارادونا ما كان نفس مارادونا 86 من الآخر طبعا هذا بروشاغا سجل هدف فوز على ألمانيا الغربية بروشاغا من نجوم على ألمانيا في المباراة النهائية قرارات فينيسيني الانقلابية شخصية لا دخل لأحد فيها إيطاليا الأرجنتين وتطور مستوى بأسلوبين مختلفين فيالدي ورقة إيطاليا الرابحة يعني هذا طبعا طبعا لما يقارنون إيطاليا مع الأرجنتين الأرجنتين حامل اللقب إيطاليا الدولة المنظمة وأحد ركائز الكرة العالمية 4 بطولات كأس عالم فعشان كذي تصير هناك المقارنة محمود الجوهري منتخب مصر 5 من 10 نحن الآن في المرحلة الثالثة الكرة الحديثة 30 ثانية دفاعا و30 ثانية هجوما ملاوي أحسن منتخب أفريقي في ديسمبر بس مع الجوهري 90 دقيقة دفاعا أي يعني هدفنا الوصول للمستوى الدولي والعالمية هذا صورة جماعية لمنتخب مصر هذين نجوم منتخب مصر خلنا نشوفهم اي نعم نذكر منهم متشوبين مجدي عبد الغني طبعا صورة جميلة هذا اعتقد مجدي طلبة لا علاء ميهوب علاء ميهوب علاء موهوب انا اسميه موهوب ايه وعلاء ميهوب واحمد رمزي وايضا اسماعيل يوسف اشرف قاسم بعد منهم هذا ما اعرفه جمال عبد الحميد جلوسه من اليمين مجد عبد الغني احمد شوبير هاني رمزي محمد رمضان وايضا ابراهيم يوسف هذا مو حسام ابراهيم حسن مو حسام حسن اي ابراهيم حسن وصلنا التجوري بغازي التجوري احمد جميل نجم منتخب كره السعوديه احمد جميل المملكه العربيه السعوديه طبعا جمهور الاتحاد يقول احمد جميل حبه شاقني وهذه صوره الكابتن احمد جميل نجم الكرة السعودية وأفضل مدافع من أفضل المدافعين ما نقول أفضل مدافع من أفضل المدافعين يمكن أفضل 3 مدافعين يعني مروا في تاريخ الكرة السعودية لازم تحط أحمد جميل وياهم
ركيزة أساسية. الكل يذكر هدفه الشهير في مرمى كوريا في تصفيات كأس العالم 93 في الدوحة، في آخر الدقائق أحرز هدف جميل جدا كابتن المميز الكابتن أحمد جميل. ننهي في حلقتنا أعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.